الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. من أكثر المشاكل التي يمر بها الإنسان اليوم في عصرنا الحالي هي ضغوطات الحياة، حتى نكاد لا نرى إنسان إلا وهو يشكو من كثرة الضغوطات الحياتية التي يمر بها. اليوم الرجل يشكو من ضغوطات الحياة، المرأة تشكو من كثرة الضغوطات، وبدأ هذا الحال ينعكس على الأسرة. اليوم الزوج لا يطيق الزوجة بسبب كثرة الضغوطات التي يعاني منها في الخارج في العمل، كذلك الزوجة في الدار بسبب ما ينعكس سلبا من حال الزوج وحال الأب على الأسرة. أصبحت الأم كذلك لا تطيق بسبب هذه الضغوطات، لا سيما إذا كانت هذه الأم وهذه الزوجة هي أيضا تعمل خارج الدار، وبالتالي يصبح العناء ويصبح العبء عليها مضاعفا، عبء العمل وضغوطات العمل وعبء الحياة الزوجية ومتطلبات الحياة الزوجية، وبالتالي لا يخفى ينعكس ذلك بشكل سريع وبشكل سلبي على الأسرة على الأطفال. اليوم الرجل يشكو، المرأة تشكو، الشاب يشكو، الفتاة تشكو، وقلنا حتى الأطفال الآن حينما يتحاورون فيما بينهم يستمع الإنسان إلى حديثهم نجدهم يشكون من الضجر، من ضيق الخلق، يملون بشكل سريع. السبب في ذلك، السبب في هذه الضغوطات، الإنسان بطبعه يبحث عن الحياة الكريمة. يعني حينما يخرج الإنسان، يخرج الرجل إلى خارج الدار يكد يجتهد في العمل، هو يحرص بالنتيجة على أنه يوفر حياة كريمة لنفسه ولعياله لأطفاله. كذلك الأم، الهدف هو الوصول إلى الحياة الكريمة، لكن الحياة بكثرة متطلباتها وصعوباتها أصبحت الضغوطات تتراكم لقلة إمكانية الوصول إلى الحياة الكريمة، وبالتالي أصبح الإنسان يعاني. ما هو الحل لهذه المشكلة مع وجود هذه الضغوطات الحياتية وتعدد هذه الضغوطات؟ حينما نأتي إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول اصبر تنل، بمعنى ينبغي للإنسان أن يتحلى بالصبر. هذه الضغوطات لا يمكن أن تنتهي، لأن الحياة هي أصبحت حياة معقدة، شيئا فشيئا تجري بشكل سريع نحو التعقيد، وبتعدد المتطلبات أصبح توفر الحياة الكريمة لنفس الإنسان أو لأسرته شيئا يوما فيوم، شيئا فشيئا أصبح عسيرا. إذن الحل للخلاص من ضغوطات الحياة كما يقول أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يقول اصبر تنل، بمعنى أيها الإنسان اجعل شعارك في الحياة الصبر، الصبر في العمل، الصبر مع الزوجة، الصبر مع الأطفال، ومن خلال هذه الحالة النفسية سينعكس حالك وتتبدد هذه الضغوط التي تعاني منها والتي تمر بها، تنعكس إيجابا على الزوجة وينعكس إيجابا على الأسرة، ينعكس على الأولاد، حتى الأبناء فيما بينهم سيتعلمون ويأخذون من خلال تعامل الأب مع الحياة، يأخذون هذا الطابع في الصبر والتمسك بما يجدونه في الأب من الإصرار على مواصلة حياته، كما قال الإمام أمير المؤمنين أصبر تنل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.